خشب وانت بقالك اربع ماتشات تكسب اهو مع الترسانة ما شاء الله، الله اكبر يعني. الحمد لله الامور اتحسنت كتير في الدور الثاني من بدايه الدور الثاني. على فكره احنا مش من بدايه الدور الثاني بس، احنا من اخر ماتشين في الدور الاولاني ابو خليل والامور بدات تختلف مع نادي الترسانة بشكل كبير جدا. احنا ايوه بقى عايزين الشواكيش ترجع بقى ان شاء الله، راجعين الشواكيش راجع باذن الله تاني. الموضوع طبعا مش سهل خالص السنه دي، بس ان شاء الله باذن الله احنا بنقاتل لاخر نفس وبنشتغل لاخر ماتش ان شاء الله في الدوري. ودلوقتي الفرقه بدات عرفت طريق المكسب بشكل كويس جدا. بقى لنا ست ماتشات يعتبر نتائج ايجابيه، ما فيش خساره، ما اربعه في الدور الثاني واثنين في الدور الاولاني. اخر ست ماتشات تعادلنا مع الانتاج الحربي في اخر ماتشين في الدور وكسبنا المريخ، وبعد كده اربع ماتشات متتاليه الحمد لله رب العالمين ما بين بورتو السويس وزد والنصر وبنها امبارح. الحمد لله رب العالمين نتائج كلها ايجابيه، مكسب وبنتائج وباداء كويس جدا. عندنا مثلا صفقه من ضمن الصفقات اللي جبناهم في يناير، بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يحميه ويحرسه، جاب خمس تجوان في اربع ماتشات ما شاء الله. الصفقات اللي جت في يناير صفقات قويه جدا، كملوا الشغل بتاع زمايلهم اللي موجودين من اول ال جايبهم كلهم ممتاز بيه ولا قسم ثالث؟ لا جبنا ثلاث لعيبه من ايسترن كومباني. من الممتاز؟ والله. جبنا محمد عماد الفيل من ايستر كومباني، جبنا محمد حسن لعيب الحريف ده، جايب في شارع الدخان قبل ما يمشي. كانوا شارع الدخان كان جايب اربع تجوان، هو جايب ثلاث تجوان من اربعه في الدوري الممتاز. جبنا كريم خميس لعيب ديفندر، لعيب من الديفندرات، سته كويسين جدا جدا كويس. وكلهم احنا بدانا ابو خليل نعمل حاج طارق وست ناب واحنا كجهاز بدانا نشتغل بسيستم مختلف خالص غير الفكر اللي احنا كنا بادئين بيه ابو خليل. بدانا ننزل بمعدلات الاعمار السنيه كلها، لعيبه صغيره عندها ما بين من 23 ل 25 سنه. ما عندناش عن كده في الترانسفير بتاع يناير كويس. جبنا ولد من بنها اسمه ضاحي، حاجه كده زي نفس نوعيه شيكابالا في المهاره وفي الامكانيات. الناس القديمه بدات تخش فورمه بشكل كويس جدا وبدات خلاص تتاقلم على الجو وبدا يبقى فيه هرموني وبيبقى فيه كيمياء بين اللعيبه وبعضها. الروح زادت جدا عندهم من مكسب لمكسب. اوضه اللبس لما يخشها المكسب الدنيا بتفرق. هي دي النقطه بقى ابو خليل. الدور الاولاني كان عندنا مشكله في اوضه اللبس كبيره جدا وكانت عاملاها لعيبه برضو. دي الكارثه الكبيره اللي ما كناش احنا حاسين بيها او ما كنت شايفها، بس ما كنتش اقدر اتكلم فيها في الميعاد اللي انا كنت شغال فيه لان كان لسه ما فيش ترانسفير. بس اول ما جيت ترانسفير من قبليه ب 15 يوم قعدت مع النائب طارق السعيد واتكلمنا مع بعض. حتى هو من ضمن الحاجات الكويسه جدا اللي عملها ابو خليل ان لما قعدنا وعملنا قعده خاصه باللعيبه اللي ماشيه واللعيبه اللي قاعده، اداني غير تحليلي انا الشخصي للاسماء اللي ماشيه، اداني تحليل كامل للعيبه اللي ماشيه، نوعيتهم، امكانياتهم، ليه هم ماشيين، ايه اللي بيميزهم، ايه اللي بيعيبهم، طب اللي بيعيبهم ده يخليهم يمشوا ولا لا. فحللنا كل واحد فيهم والقرار كان خلاص قرار نهائي ان لازم الناس دي ما تبقاش موجوده في الفتره اللي جايه دي، ونحاول نضخ دماء جديده اللي منه يوصلنا للفكر وللنظام اللي احنا عايزينه ان شاء الله.